أيضا وممن أشار إلى هذه القضية البحار في المجلد الخامس والعشرين، في البحار في المجلد الخامس والعشرين صفحة 347 هذه عبارته، يقول: ولكن أفرط بعض المتكلمين، كتاب الإمامة باب نفي الغلو في النبي والأئمة، ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وغير ذلك من الأمور التي ذكرت. إذن إخواني الأعزاء، ننتهي إلى نتيجة مهمة في هذا المجال، وهو أنه المنهج السندي يقوم على أي أساس؟ ها؟ على الراوي، لا على شنو؟ لا على المتن، لا على الدلالة، لا علاقة له بالدلالة. الدلالة يمكن أن نصححها أو لا يمكن، يقول: لا علاقة لي، أنا علاقتي بمن؟ بأمر خارج عن المتن وعن المضمون، وهو السند. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: أن السند أيضا مبني على أصل عقدي، هاي مثنياً، والأصل العقدي هكذا فسروه، فانتهوا إلى نتيجة ماذا؟ إلى أنه أمثال محمد بن سنان، أمثال سهل بن زياد، اللي أنتم تعلمون هؤلاء نقلوا عشرات ماذا؟ بل مئات الروايات في الأصول والفروع. والآن وقعنا، ما نريد أدخل في البحث الجالي مع الإخوة، وإلا فقط أشير إلى مواضع هذه الأبحاث حتى إن شاء الله تعالى نرى آثار هذا في الأبحاث اللاحقة. انظروا إلى سهل بن زياد. سهل بن زياد كما يقول السيد بحر العلوم، يعني رجال السيد بحر العلوم معروف بالوفوائد الرجالية، في المجلد الثالث صفحة 21 يقول سهل بن زياد: قد ضعفه الشيخ وابن الغضائري وتبعه الصدوق في ذلك، والأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين. محل الشاهد يقول: والأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وحال القميين سيما ابن عيسى في التسرع إلى الطعن والقدح والإخراج بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع علم الرجال، ولو كان الأمر فيه على ما قالوا إلى آخر. إذن هذا مورد، مورد من الموارد. من الموارد الأخرى إخوان الأعزاء فيما يتعلق بمحمد بن سنان، فيما يتعلق بمحمد بن سنان، أنتم تعلمون بأن محمد بن سنان إخواني هو كلام عنه، وكتبت رسائل في محمد بن سنان وفي توثيقه وتضعيفه. ممكن للإخوة أن يراجعوا هذا البحث في الفوائد الرجالية، أو بعبارة أخرى برجال سيد بحر العلوم، من صفحة المجلد الثالث من صفحة 249 إلى صفحة، إخواني الأعزاء، إلى صفحة، قلت لكم لأنه البحث فيه كثير جدا، إلى صفحة 278 مولا، يعني بعبارة أخرى تقريبا 30 صفحة يوجد بحث في محمد بن سنان. النتيجة التي ينتهي إليها بعد أن ينقل، أنا الآن ما أريد أقف عند التفاصيل في هذا المجال، النتيجة التي ينتهي إليها وبالجملة: فالمستفاد من هذه الأخبار علو شأن محمد بن سنان وسلامته عما رمي به من الغلو والكذب. ولكن العجيب يذكرها في صفحة 265 من المجلد الثالث، يأتي في صفحة، هو هاي الجملة عجيبة، أنا ما أدري واقعا، فقط أنقلها للإخوة وإلا
تعليق ما أعلق عليه. يقول: وظني أن هذا القدح لهذا الرجل إنما جاءت من حساده، هؤلاء الذين ضعفوه مو كان عندهم مشكلة معه عقائديا، كان عندهم مشكلة شنو؟ الحسد. هذول اللي ضعفوهم ولانا مو كان جايين من الشارع وقعا، هيك تهمة مو خفيفة. وممن؟ من سيد بحر العلوم. ها الكلام هذا ماذا أقوله من إنسان عادي. وظني أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة، فغمز عليه بعض من عانده وعاداه بالأسباب القادحة من الغلو والكذب ونحوهما حتى شاع ذلك بين الناس. أعداء مولانا، مولانا فد إعلام منظم رتبوا إلى أن شنو؟ سقطوه. ماذا؟ سقطوه في ذلك الواقع بالنحو الذي يقول السيد بحر العلوم. سيد بحر العلوم يقول بأنه حتى الذين كانوا معتقدين بوثاقته وأنه من أعاظم أصحاب الأئمة، هذول مولانا اتخلوا عنه مولانا، لأنه وجدوا بأنه إذا يدافعون عنه هم شنو؟ في زمان سبحان الله، سبحان الله، بمجرد أخاف أدافع عنه يقولون أنت شنو؟ أنت مويا. فإذا شنو أسوي مولانا؟ أتبرى منه. بس الدنيا، لا الدنيا ولا الآخرة متوقفة أن ندافع عن فلان. نص عبارات سيد بحر العلوم هذا الكلام. ها وأنتم تعلمون الذين عاندوه وخالفوه وقدحوا فيه مو ناس عاديين. يقول: حتى شاع ذلك بين الناس واشتهر، ولم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح وغيرهما دفع ذلك عنه، فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة عن أنفسهم، إنما ضعفوا حتى يخلصوا هم شنو؟ من الشبهة، ولا مو أنه الرجل فيه شبهة. وهذه إذا وردت أيضا هذه المقولة في علم الرجال عندنا وقعا بعض الأحيان، إذا تبين أنه دي يقولون، مو دي يقولوا حقيقة، دي يقولون صح تعبير تقية، يعني عندما دي يضعفون مو دي يضعفون حقيقة وواقعا، وإنما للدفاع عن التهمة عن أنفسهم. يقول: رفع الشنعة عن أنفسهم كما يشهد به صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم. مراد من المتدافعة يعني المتناقضة. يقول: لأن الكلمات فيما بينهم مكان يوثقوا مكان شنو؟ يضعفوا. يقول: كما يشهد، ثم سرى ذلك إلى المتأخرين الذين هم أئمة الفن مثل الكشي والنجاشي والمفيد والشيخ وابن شهراشوب والسيدين الجليلين ابني طاووس والعلامة وابن داود وغيرهم، فضعفته طائفة ووثقته أخرى واضطرب آخرون فاختلفت كلمتهم فيه. هذا منشأ منك، مو منشأ ماذا؟ أنه واقعا الرجل مطعون في أمره. النتيجة ماذا؟